السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. نتمنى من الله يبلغكم ليلة القدر ومبارك عواشركم، وتعيدوا وتعاودوا بالصحة والسلامة. أنا رجعت معكم في تشكيلة من البيسات بنيتات الصغار، وحتى بالنسبة للكبار ما نسيناهم. شبقوا معايا وتابعوا للآخر بإذن الله. جلابة لبنيتها الصغيرة عندها تقريبا 10 شهور. درنا لي غير هاد ترسان في جوج الوان او ثلاثة، كيبقى على حسب اختياراتكم الالوان. فيها افتتاحات هنا في الجناب، هو اللون هاد البلوغوا هو اللي دارج دابا بالنسبة للموضة، لا بالنسبة للبنيتات ولا للكبار. وبالنسبة للديزاين درت ليها هاد الخلالة، درت ليها زوج، وحدة في الصدر وحدة لتحت، وزينتهم بهاد الأحجار كتذكير اللون ديال التوب في البلوغوا. كاين الأخضر، كنت غندير حتى لورونج ما لقيتوش. وعوضتو بهاد اللون، هو كيف ما شفتو معايا كيعطي الالوان، كياخد اللون ديال الجلابة. هاد الخلالة كتعني الأصالة ديال بلادنا، كتعطي واحد الإضافة للجلابة المغربية. وبالنسبة للعقد درت 3 دلوينات، جات في صالة جبلية، رجعت معكم في هاد الجلابة الصغيرة. كما كتشوفوا معايا توب خفيف ديال الربيع وممكن حتى الصيف، مخدوم غير بالماكينة في صالة ايفازي، ومخدوم بالتنبات. درت لي غير هاد العقيق، غرس طويل، وهاد الاحجار صغار، ودرته في الكم كذلك امام. كتبقى خدمه خفيفه بالنسبه للبنيتات الصغار. كيف ما كتعرفوا كيبغيو الوريدات، زينت عليها بهاد الورده كيف ما كتشوفوا، درت زوج، ممكن ديرهم حتى في الصدر. رجعت معكم في هاد جلابة صغيرة توب موبرا، خياطة غير بالماكينة سامبل. درت ليها هاد لا ديكوب في الكم، درت ليها هاد الجيب كيف ما كتشوفوا في الجهة اليسرى، خياطة كتبقى خفيفة. زينتها بهاد الوردة، و الجهة اليسرى درت ليها هاد الديزاين كيف ما كتشوفوا معايا، وردة في الثانية مائلة على هاد الجن. ندوز معاكم لبسة أخرى.
رجعت معكم في هاد السلهام الصغير، كاين فيه القب، درت ليه الشوشة غير بالعقاق حيت البنية غا صغيرة عندها غير 10 شهور، زينتو ليه بهذا الشكل. والصدر درت ليه هاد كما شفتو معايا الأحجار والزمرد، وصديتو بهاد البليغات، درت زوج ودرت هاد العقيدة هنا لأن غيتقام غالي إلا شريتو أو دفعتو المعلم خدمتو، درت لي غير هاد البليغات ودرت لي هاد العقدة باش كيتحل من هنا كيفما شفتو معايا، باش كيتحل من هنايا خياطة هنا، إن بانس هنا وإن بانس هنايا. نتمنى يعجبكم وتخيطوه لبنيتاتكم. رجعت معكم في هاد الفراشة الصغيرة ديال بنيتها الصغيرة، عندها حتى هي غير 10 شهور. هاد الكم درتو كيمونو، درت فيه هاد السفيفة الصم، وصدر درت ليه غير هاد الاحجار والزمرد. انا كنعطيكم غير افكار اللي عندكم بنيتات صغار اشنو تخيطوا لهم في هاد العواشر. الكم الاخر حتى هو، ولتحت درت ليها غير القيطان لان غير بنيته صغيره ما بغاش نشارجي ليها اللبسه. وعندها هاد الحزام باش غادي تحزم. نتمنى هاد اللبسات اللي قدمت لكم يعجبوكم وينالوا استحسانكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يبلغكم ليلة القدر وتكونوا من المقبولين ومن المعتوقين، من يعني بسيطة وخفيفة على حسب طلب، كل اللي كيبغي الخدمة تكون طرو شارجي، كل اللي كيبغي العقيق، كل اللي كيبغي الرباطي، كل اللي كيبغي تنبات، على حسب الذوق. هذه كاينه بهاد الخدمه بالراندا بالكورمي 3 العيون، شوفوا الخدمه شحال متقونه، فيها 7 دقات باللون، كيف ما كتشوفوا معايا مخدومه بجوج الالوان، كاين بلومارين وكاين الكرونا، هو يعني الإضاءة ما واضحاش، هو اللون راه بلومارين نازلة حتى لتحت الخدمة، يعني كما كتشوفوا معايا متقونة. القميمات بقاو سامبل مثل غير 13 في راس الكم، والقب كيف ما شفتوا معايا حتى هو فيه غير خدمة سامبل. تميز كاين في هاد السلسة ديال الرباطي او هاد الرشمة، والوسط درت لي غير هاد الاحجار يعني صغار. ودرت العقيق في الوريقات وفي الوسط ديال الوردة، كاين حتى في الكم شوفوا معايا. حيت مطوية ما واضحاش مزيان مصلوحة، الرشمة اللي كاينة في الصدر هي اللي كاينة في هاد الكم. بغيتو نتوما ديروا حتى العقيق المهرس كيدوز من هنايا، الا بغيتو تحمروها تجي كلها عقيق.
غادي كل هاد الجهه هذا بالزمرد او العقيق مهرس، ندوزو على هاد الخدمه او على هاد السبيلات ديال اللي كاينين في الوريقات، كدورو على الوريقه كامله بالعقيق المهرس، ودورو حتى على هاد الورده حتى هي بالعقيق المهرس، كيبقى يعني الاضافات كتبقى على حسب اختياراتكم وعلى حسب الذوق اللي نتوما بغيتو. رجعت معكم الجلابه اخرى كيف ما كتشوفوا معايا مبرة، مبرة فيها خدمه غير في طراسل والعقد نازلين نص ثوق، كنا كاولين مزنزل واحد من الوسط وجوج دراسنات في الجناب. كتجي الخدمه انيقه وخفيفه وفيها الشبكه من التحت كما شفتوا معايا، والشبكه مغلفه حتى بالقب كما كتشوفوا. الاضافه اللي عطيتها هي انني زدت ليها غير واحد الطرف ديال الثوب، دائما ام امين كتجيكم بالابداع وبالجديد، درت ليه حتى هو عقيدات، هذا راه غير طرف ديال الثوب ماشي شبكه نازله، ودرت ليه العقيدات كيدخل من تحت كيصبح على شكل بحال ملبسه، كيبقى يبان غير هذاك الصدر. وكاين حتى في الكمين هي الشبكه بقى دارجه في الموضه، لا هذاك العام ولا هاد العام، رجعت معكم لجلابه اخرى لون يعني ديال الربيع، خدمه دائما كتبقى خفيفه غير هاد المره ما درتش العقد وانما درت الكورميت، خدمه كتبقى انيقه وخفيفه وفصاله ايفازي. هاد اللون عندكم فيه جوج اختيارات بالنسبه للخدمه، بغيتو تخدموا بهاد اللون او بالاسود، المهم كيف ما شفتوا معايا نشط الوقار وانما كم. رجعت معكم، كاين هاد القميص توب جوهره كيف ما كتعرفوا جوهره دائما دارجه في الموضه، خدمه اللي كتجي فيها انيقه وجميله هي سواء الكروشي او كيف شفتوا معايا هذا ممكن تنبتوه كولغو نزل نص ثوق، خدمه كي شفتوا معايا متقونه كتبان من البعد تبان بحال الراندا، الوسط نازله غير بالكورميت وفيها الفتحه في الوسط كمين كما شفتوا معايا. كما قلت لكم ممكن تنبتوا بالزمرد، هذيك الثقوب اللي كاينين تملؤهم بالزمرد او الاحجار كيجيو على شكل في، وحده كديروا فيها الاحجار وحده كتخليوها فارغه، وهاد الثقوب ممكن تملؤهم بالزمرد، بغيتو تخليوها غير سامبل ممكن
رجعت معكم هاد الجلابة بالتركي ملاقية برندا كاملة، ملاقية برندا خدمة ايفازي ما فيهاش الفتحات، خدومة بالتركي الوسط فيها هاد الاربع جوزات في الوسط، فيها ثلاثة كما كتشوفوا معايا، ونزلنا بوحدة وحدة حتى لتحت. التركي كيف ما شفتوا معايا، وكاين هاد الطرس ديال التاج فيه هاد جوج الوان، والسنينات من الفوق كتذكير بالنسبه للثوب. جات انيقه، وهاد اللوينات هما تمشاو مع هاد اللون. ممكن نتوما الا حبيتوا ديروا الوان اخرى. نتمنى هاد التشكيله اللي قدمت لكم تعجبكم وتنال استحسانكم. ما تبخلوش عليا باشتراك وتفعيل الجرس، معكم ام امي للابداع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما كما عودتكم الصلاة على النبي.